في النهايه يا فندم سيادتك اسمح لي نفتتح بعض المشروعات البسيطه جدا، مش هنفتتح كل المشروعات اللي خلصانه بالفيديو كونفرنس. افتتاح ميناء اكتوبر الجاف. دكتور خالد حافظ معبدي مدير عام للاستثمار الهيئه العامه للموانئ البريه والجافه. تم انشاء ميناء اكتوبر الجاف يا فندم على مساحه 100 فدان. الميناء مجهز بساحات للحاويات الوارده والصادره والمبرده. يحتوي الميناء على مباني اداريه لكافه جهات الدوله العامله داخل الميناء. مبنى الجمارك، المصالح الحكوميه، مبنى اداري، مبنى الاسعاف، مبنى الاطفاء، المستودع الجمركي. والميناء مجهز بعدد 5 خطوط للسكة الحديد لسهولة عملية الشحن والتفريغ. الميناء متصل بالشبكة القومية لسكك حديد مصر لخدمة ميناءي الأسكندرية والدخيلة. كما أن الميناء متصل بالشبكة القومية للطرق من خلال طريقي الواحات والدائري الإقليمي. أي أوامر يا فندم؟ شكرا. افتتاح ميناء السلوم البري. مهندس عصام عبد العزيز علي مدير عام الشؤون الفنيه بالهيئه العامه للموانئ البريه والجافه. تم انشاء وتطوير ميناء السلوم البري على مساحه 286 فدان، ويعتبر ميناء السلوم اكبر ميناء بري بجمهوريه مصر العربيه. ويتضمن تطوير الميناء انشاء 4 صالات رئيسيه، 37 مبنى اداري وامني، شبكات طرق على مساحة 400,000 متر مربع، ساحات انتظار 9,000 سيارة ملاكي ونقل. كما يتضمن التطوير منطقة مخازن وثلاجات تبريد وتجميد على مساحة 21 فدان. كما تم تحديث وسائل التأمين من حيث بوابات تفتيش الإكس راي وكاميرات المراقبة. وساهم التطوير يا فندم في تسهيل حركة البضائع والأفراد وتقليل زمن العبور. أي أوامر يا فندم؟ شكرا. افتتاح رصيف الأخشاب والغلال 85/3 بميناء الإسكندرية. مهندس رامي عادل زكي المهندس المشرف على المشروع من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية. في إطار المخطط الشامل لتطوير ميناء الإسكندرية الكبير، تم إنشاء الرصيف بطول 433 متر وبعمق 15.5 متر ومساحة تخزينية 40,000 متر مسطح. ويسمح الرصيف بتراكي السفن حتى حمول 70,000 طن، ويهدف الى زياده الطاقه الاستيعابيه لتلك النوعيه من البضائع بميناء الاسكندريه. ايوه يا فندم. شكرا. وفي النهايه وتاكيدا لتعهدنا امام سيادتك في سبتمبر 2021 نجدد العهد لله ولسيادتكم ولشعب مصر العظيم بان ننتهي من تطوير كافه الموانئ المصريه ووسائل النقل متعدد الوسائط بنهاية عام 2024 وتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الرئيس سنستأذن سيادتك يا فندم في راحة قصيرة. بس اسمحوا لي إن أنا أقول كلمتين أشكر فيهم الفريق كامل وزارة النقل وكل أجهزة الدولة اللي شاركت معانا في إن إحنا اتفضل يا كابتن. في ان احنا نشوف اللي احنا بنشوفه واللي ان شاء الله اللي احنا هنشوفه كمان. مش هيفوتني ان انا ارحب بكل الضيوف اللي موجودين معانا اللي موجودين معانا من الشركات اللي اذا كان هيتشسون او سي ام اي او كل شركه اخرى من غير ما اذكر اساميها. انتم مرحب بيكم في مصر، مستعدين ان احنا نتعاون معكم تعاون جاد ومخلص من اجل العمل ومن اجل التنميه لينا وليكم والفايده المشتركه لينا وليكم. احنا في مصر جادين جدا جدا في كل شيء بنعرضه عليكم وفي كل التزام بنلتزم بيه قدامكم. برحب بيكم اهلا وسهلا وسعداء ان انتم موجودين معانا ومتشرفين ان انتم موجودين معانا وبنتعلم منكم و بنتمنى ان احنا باللي احنا شفتوه النهارده تعرفوا الخريطه اللي احنا شغالين بيها ومدى الجديه اللي احنا بنتحرك فيها في تنفيذ مش هقول حلمنا لكن اللي هو الفكره بتاعه تحويل مصر الى مركز عالمي للتجاره العالميه. ما تنسوش قناه السويس، ما تنسوش
ما تنسوش البحر الأحمر والبحر المتوسط، شبكة الموانئ موجودة على البحر الأحمر، شبكة موانئ موجودة على البحر المتوسط، بالإضافة طبعا لكل الخدمات أو البنية الأساسية اللازمة اللي تقدر تساهم في إنجاح الفكرة اللي احنا بنتكلم عليه. مرة تانية بشكركم، وبقول للمصريين هنفضل نشتغل، واللي انتوا بتشوفوه ده عبارة عن خطوة في وزارة النقل، لكن كل وزارة من وزارات الدولة فيها شغل بالمستوى ده، مش على قد يعني وزارة النقل بس. شكرا جزيلا.